السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا بالصحة والراحة والسرور إن شاء الله، والمغفرة والرحمة لجميع أموات المسلمين. بغيت نبارك لكم العيد والله يدخلوا علينا كيف ما قلت لكم بالصحة والراحة والسرور، ونكونوا كاملين إن شاء الله بخير والمغفرة الذنوب إن شاء الله، وكل شيء يكون فرحان. هذا أول عيد في حياتي غندوزو بوحدي بلا عائلتي. كاين الناس اللي غيدوزو مع العائلات ديالهم، كاين اللي غيدوزو من بعد على العائلات ديالهم، ماشي مشكل الحمد لله. على كل حال هذا قضاء الله، ما عندنا ما نديرو، نصبرو حتى يفوت هادشي وان شاء الله غادي نتجمعو ونفرحو ونكونو بخير. هذا مكان، وكنسلم على والديا با احمد، امي زهراء، اخوتي سلمى، ادم، يوسف، وعلى كاع العائله ديالي والناس اللي قراب ليا، خويا كريم، خليل، حمزه، عثمان، احمد، عادل، كاع اصحابي، الناس اللي كنعرف، الاصدقاء ديالي لي زابوني حتى هما اللي متابعيني في القناه ولا حتى في الباج فيسبوك ديالي. كنتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعيد مبارك سعيد مره اخرى، وتهلاو في راسكم. هادشي اللي نقول لكم، والحمد لله على كل حال. ما ديروش في بالكم، ان شاء الله اللي بعيد على والديه ما غادي يوقع والو، ان شاء الله غيفوت هادشي وغادي نجمعوا وغادي نكونوا بخير. وهذا مكان، وبغيت نقول لوالدي الله يخطيكم عليا، الحمد لله اللي عندي والدين بحالكم. هذا مكان، وتهلاو في راسكم.